سلام عليكم. ترى في موضوع والله إنه في غاية الأهمية خصوصا في أزمة كورونا. صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول إياكم والتنعم واخشوشنوا، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عند أبي داود وغيره عن فضال بن عبيد أنه كان صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه. الإرفاه التوسع في الأكل والشرب والملابس، نشتري أرفاه أحسنها. ليه هذا النهي؟ باختصار، أنت إذا فقدت هذه النعم وأنت متعود على أعلاها وأحسن الأكل وأحسن الملابس، لما تروح منك هذه النعم نسأل الله أن يديمها، كيف ستتعامل مع الشدة إذا حلت؟ ولذلك أنت مطالب وأنت في النعم أن تحتقر وتزهد في كثير من النعم تعويدا للنفس على الشدة وعلى شظف العيش حتى تتعامل مع ما قد يحصل مستقبلا. وهنا حكمة النهي. الله سبحانه وتعالى أقسم في كتابه قال لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. اليوم يسر بكرة شدة، اليوم غنى بكرة فقر. والإنسان طبعا يسأل الله، يعني من دعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، هذا من الدعاء المسنون. ولكن لابد أن يعود الإنسان نفسه. الأولين عاشوا حياة صعبة وقشرة، لما جاتهم النعمة ما زانت أمورهم، لكن حنا شلون نصبر إذا زالت هذه النعم؟ المكيف، الكهرب، السيارة. فلا بد أنت في هذه النعم الكثيرة سأل الله أن يديمها أنك تعود نفسك على شيء من الشدة. تمشي حافي أحيانا، ترعى لك غنم، التعود على الشدة حتى إذا ما تقلبت الأمور عرفت كيف تتعامل مع الشدائد التي ستقبل علينا. وفي النهاية حنا نسأل الله سبحانه أن يديم النعمة ويحفظها، لأن شكرتم لأزيدنكم. المراد من هذا كله يقصد من ترك بعض التنعم تعويد النفس على الخشونة وترك الدعة والراحة واحتقار الدنيا والزهد بها. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه ويرفع البلاء والوباء عن البلاد العباد. وسلامتكم.